فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة بنت بيتا من أموال الربوية وأفتيت بأن تترك هذا البيت. امرأة بنت بيتها من أموال الربوية وأفتيت بأن تترك البيت ولا تهدمه وتتصدق بثمن بنائه، هل يجوز لها أن تتصدق بهذا المال على أختها الفقيرة؟ من الذي يفتاها؟ ما أدري من اللي يفتاها، جهة معتمدة للفتوى فتعمل بها، تعطيها للفقير من أختها أو غيرها، لا على أنه صدقة ولكن على أنه تخلص من الربا، تخلص من الربا. نعم، وليس لها فيه أجر. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.